اهلا بحضراتكم مره تانية. السيجمنت ده عايز اتكلم فيه شويه في الكره العالميه وبالتحديد الدوري الانجليزي. انا متحيز شويه للدوري الانجليزي لان بتمتع بيه زي اي حد من جماهير الكره العالميه في الحقيقه، وبالتحديد اكتر كمان عشان نجمنا المصري محمد صلاح اللي بيتالق واللي بيكسر ارقام قياسيه كتير جدا ومبسوطين وفرحانين بيه دايما. فهيكون معايا دلوقتي عبر سكايب كابتن محمود شاكر المحلل الرياضي، واحد من المحللين المميزين قوي بالمناسبه، واللي هنستمتع معاه دلوقتي بتحليله للكره العالميه وبتحديد للدوري الانجليزي. محمود برحب بيك، ازيك؟ برحب بيك يا كابتن امير، وبرحب اكيد بالساده المشاهدين مشاهدي النادي الاهلي في كل حته وفي كل مكان، ومبسوط اكيد ان انا معاك. انا اللي مبسوط انت معايا يا محمود. انت صيفت ولا ايه بدري؟ لا بس الجو شويه كويس يعني، فبنحاول كده بس نشيل التقيل شويه. تعبنا والله الفتره اللي فاتت دي. شياك يا حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي. طيب. بعض ما عندكم يعني، ربنا يخليك. طيب عايزين نتكلم شويه عن الدوري الانجليزي، بس عايز ابتدي بالتحديد بمحمد صلاح نجمنا المصري، من احد ابرز اللعيبه في العالم. وصل امبارح لهدفه رقم 150. ازاي بتشوف انجاز زي ده للاعب مصري؟ احنا عمرنا ما كنا نحلم ان يكون عندنا لعيب جايب 150 جون مع فريق بحجم ليفربول في مختلف البطولات. بتشوف ازاي الانجاز ده؟ بداية من أي حاجة، قبل أي حاجة أمير، محمد صلاح كل أسبوع كل مباراة بنشوف بعد ما الماتش بيخلص بنشوف، أو المعلق المباراة بنشوف إنه يقول لك محمد صلاح يحرز رقم قياسي جديد، محمد صلاح بيحطم رقم جديد. خلاص بقى الطبيعي بتاعنا إن إحنا كل أسبوع بنشوف رقم قياسي أو رقم جديد لمحمد صلاح في كل الأرقام بتاعته، سواء على الشامبيونز ليج أو سواء في ليفربول أو سواء حتى كمان مع مصر. فمحمد صلاح طبعا يعني ناس كتيرة جدا بعد ماتشات المباراة المنتخب في أفريقيا، ناس كتيرة جدا قالت لك محمد صلاح ممكن يتأثر نفسيا، محمد صلاح ممكن مستواه يتأثر، هل محمد صلاح هيأدي بنفس الدور اللي كان بيقوم بيه ويعمل نفس الأرقام ويعمل نفس البرفورمانس اللي كان بيأدي فيه الفترة اللي قبل أمم أفريقيا؟ ولكن أنا كنت دايماً بقول محمد صلاح هو عقلية احترافية بحتة، لا يتأثر بالكلام ده كله جداً، راجل مركز في شغله كويس جداً. وشفنا تصريحات يورجن كلوب لما قال لك إن أول ما محمد صلاح رجع تاني من المنتخب في أفريقيا، شفنا محمد صلاح قال له أنا جاهز من أول تمرين دي. وشفنا البرفورمانس بتاعه إمبارح، حتى أنت شفت أكيد يا أمير، يعني بيحرز هدف جميل جدا يعني. يمكن كالعادة. الهدف ده كالعاده، بس انت لو تشوف نفسيا لعيبه بتاعت نورويتش سيتي، الكره داخله بمنتهى البطء ومنتهى البرود وبراحه جدا، ولكن هو دخول محمد صلاح عليك بالكوره، محمد صلاح عليك دريبل بالكوره، ومحمد صلاح بيلم اللعيبه كلها بتتسمر مكانها. بنشوف اللعيبه كلها بتثبت على رجليها، وشفنا امبارح جون من احلى الاجوان اللي بيعملها، يعني ان هو يحرز 150 جول في 233 مباراه، وبيبقى اصبح اسرع تاني لاعب في تاريخ نادي بحجم ليفربول، النادي الاكثر تتويجا بلقب تشامبيونز ليج، اكثر نادي انجليزي واخد تشامبيونز ليج، النادي اللي على بعد لقب واحد بس من مانشستر يونايتد لتحقيق اكثر القاب دوري انجليزي. طبعا ده اداء خيالي من لعيب يعني نتمنى ان احنا نشوف زيه، ولكن محمد صلاح بيعيشنا في حقبه من الزمن جميله جدا لينا احنا كمصريين، احنا نتفرج على لعيب. طبعا. طيب بالتالي عايز اتكلم معاك شويه عن الدوري الانجليزي يا محمود، وازاي بتشوف فرص المنافسه لليفربول بالتحديد بعد هزيمه مانشستر سيتي امبارح في مباراه كانت قويه جدا امام توتنهام على ملعب مانشستر سيتي ب3-2. كانت مباراه ممتعه وماتش كان تحفه بصراحه. هل الفرص بقت بتعود شويه ليفربول في امل المنافسه مع مانشستر سيتي؟ يمكن من اسبوع بس كان الفرق 9 نقط، وكان ليفربول ليه ماتش مؤجل. شفنا امبارح توتنهام بيرجع الحياه مره اخرى للدوري الانجليزي بان هو يكسب السيتي، فالفرق دلوقتي بقى 6، ولكن ليفربول ليه ماتش مؤجل ان شاء الله كمان يومين، يوم الاربعاء بالظبط مع ليدز يونايتد. وطبعا بنسبه كبيره الماتش في المتناول لليفربول، في ساعتها يبقى الفرق لو ليفربول كسب يبقى فرق 3 نقط بس، ولسه في ماتش ما بين ليفربول وما بين السيتي لسه في الجولات اللي جايه. فاعتقد ان الدوري الانجليزي بعد ما ناس كتيره جدا فتره الكورونا كان السيتي هو الفرقه الوحيده اللي مش متاثره بموضوع الاصابه بتاعت كورونا دي، حتى كانت في اسوأ ماتشاتها كانت بتقدر تكسب 1-0 او 2-0، مع ان السيتي متعودين منه على سكورات كبيره، ولكن حتى في اسوأ الاداء بتاعهم كانوا بيقدروا يادوا بيقدروا يكسبوا. الحياه عادت مره اخرى للدوري الانجليزي، المنافسه هتحتدم ما بين ليفربول وما بين السيتي. تشيلسي بعيد شويه، اعتقد ان المركز الثالث والرابع هو اللي هيبقى عليه صراع كبير جدا ما بين تشيلسي وما بين اليونايتد وما بين ارسنال برضو، اللي ليه مباريات مؤجله كتير جدا.
ويست هام، ولكن انا ممكن اقول لك ان الفرق الكبيره بيبقى ليها حظوظ اكبر. طبعا يعني ارسنال مثلا فاضل له ماتشين مواجهه، ماتش ارسنال لو كسب المباراه الجايه هيبقى فوق مانشستر يونايتد بنقطه، وهيبقى ليه لسه كمان مباراه مؤجله ارسنال السنه دي مع ارتيتا برضه، يعني في مفاجاه كبيره جدا، عامل مباريات هايله ومباريات كبيره جدا ارسنال مره يعني اخرى، بيبدا يرجع تاني لمكانته شويه، طبعا مش مكانته المركز الرابع او الخامس، ولكن طبعا مقارنه بالاداء السنين اللي فاتت، لا السنين اللي فاتت افضل لا طبعا شويه. ارتيتا عامل مباريات كتيره جدا يعني. ده او دي جزئيه مهمه، لكن بالتحديد بقى مانشستر يونايتد يا محمود، يعني بيلعبوا دلوقتي كانوا كسبانين 2-0 وفجاه تعادلوا 2-2 مع ليدز. انا لسه تعادلوا كنت 2-2 بشيد بقى الرابع. وبقول دي انطلاقه وبدايه لمانشستر يونايتد نحو العوده للامجاد بعد انتهاء الشوط الاول. في الشوط الثاني جونين ورا بعض جولين دخلوا ورا بعض، في رافينيا الدفاع. جاب الجون الثاني وتعادل فعلا. الحل ايه مع مانشستر يونايتد، وهيفضل مانشستر يونايتد كده لحد امتى يعني؟ الحل المشكله الاداريه هي في مانشستر يونايتد. مانشستر إداري. يونايتد طبعا بيصرف فلوس كتيره جدا في لعيبه كتيره جدا اوفر ريتد، يعني يكفي مثلا واحد زي ماجواير جاي كان اغلى مدافع في العالم، ماجواير لعيب اصلا لا يرتقي ان هو يلعب في فريق منتصف الجدول في الشامبيون شيب في الدرجه الثانيه في انجلترا. نفس الكلام برضو يعني بيجيبوا، يعني جاب رالف رانجنيك المدرب ده اصلا سبورتس دايركتور او كان مدير بالضبط. رياضي في المانيا في فريق مش كبير قوي، فاهمني ازاي؟ وان هو يجي يمسك مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد مشكلته الاسامي اللي فيه، مانشستر يونايتد عنده مشاكل كتيره جدا، يمكن ابرزها هي اوضه اللبس. اوضه اللبس فيها مشاكل كتير جدا، شفنا الفتره اللي فاتت بيقولوا ان كريستيانو رونالدو عاوز ياخد شرط الكابتنه، وفي كلام مشكلة ان مع راشفورد مش ماجواير. عاوز بالظبط، مشكله مع ماجواير مشكله مع راشفورد. بس احنا بنتكلم بصراحه يا امير، هو ما ينفعش يبقى ماجواير كابتن على راشفورد، سوري يبقى كابتن على كريستيانو رونالدو طبعا وعلى برونو فرنانديز وعلى بوجبا وعلى اللعيبه دي كلها، بلس ان فرقه بحجم مانشستر يونايتد عاوزه مدير فني قوي جدا. انا ما اعرفش هم ازاي ما انتدبوش كونتي في الفتره اللي كان فيها كونتي فري، راحوا متاح. انتدبوا رالف رانجنيك. بالظبط، هو رالف رانجنيك هيمسك امور اداريه شويه بعد ما السنه تخلص، بس انت السنه دي مهمه جدا، هل انت هتقدر ان انت تستحمل ان فريق بقيمه مانشستر يونايتد بقيمه الاموال وقيمه السبونسرز اللي بتدفع وقيمه الكلام ده كله، ان انت ما تتاهلش الشامبيونز ليج؟ هتبقى مشكله كبيره جدا. واحد زي كريستيانو رونالدو بياخد اكتر من 480 الف جنيه في السنين في الاسبوع، فلوس كتيره جدا. وكريستيانو رونالدو لا اصلا كمان لعيب اللي يعني نقدر نقول هو بيجيب ماركتنج وبيجيب طبعا ارقام كتيره جدا، لو مانشستر يونايتد ما تاهلش الشامبيونز ليج كريستيانو رونالدو ممكن يمشي، وبوجبا في كلام انه ممكن يمشي، بلس الكواليتي بتاعت اللعيبه في الدفاع، يعني ممكن نقول ان هم عملوا جابوا فاران والموضوع بقى افضل شويه، ولكن المشكله في ماجواير، المشكله في لوكشو مش الافضل، نفس الناحيه برضو في الناحيه اليمين وان بيساكا لعيب سيء جدا هجوميا دفاعيا، بتاع يعني مانشستر بيخبط يونايتد شويه. يعني كان كويس في كريستال بالاس بصراحة، لكن ما عملش بس الشغل. هو لا يعني ما تيشرت تقيله قوي مانشستر يونايتد على لعيبه كده معينه، وبيغير وبيلعب مكانه دالت البرتغالي، بس برضو الامور مش افضل حاجه يعني بالنسبه لمانشستر يونايتد. ما اعتقدش الكلام ده يعني هيكون تواجد رونالدو يا محمود، هل مانشستر يونايتد مش عارفين يستفيدوا الاستفادة الكاملة فنية من مانشستر يونايتد، ولا هو يعني او عفوا من رونالدو، ولا هو رونالدو نفسه بيبقى هدفه دايما الارقام والاهداف وكلام من ده، فاللعب شوية فردي، فده اثر على اللعب الجماعي الخاص بمانشستر اللي ابتدينا كنا نشوفه مع نهاية الموسم الماضي مع سولشير، وكان بيتألق برونو مثلا، برونو السنة اللي فاتت واللي قبليها غير السنة دي. هل تواجد رونالدو أثر بشكل سلبي، رغم طبعا إن احنا كلنا عارفين مدى إمكانيات رونالدو طبعا. وأهميته من أفضل اللعيبة في تاريخ كرة القدم يعني؟ خليني اقول لك يا امير، احنا لازم نفصل الاول ما بين كريستيانو رونالدو في اخر سنتين ثلاثه، او خصوصا من بعد انتقاله لليوفي، وما بين كريستيانو رونالدو لما كان في مانشستر يونايتد وهو صغير، وما بين لما كان بيلعب في ريال مدريد. السن طبعا عامل السن ليه اداء كبير جدا. دلوقتي كريستيانو رونالدو رقم تسعه صريح صرف، هو راجل بيلعب جوه ال 18، راجل بومبر زي ما بيقولوا كده، اي كوره بتيجي بيحاول ان هو يخلصها، يحاول يعمل الفينش كويس. فالمفروض الفرقه كلها بتخدم على كريستيانو رونالدو ان الكوره تروح لل 18، يبقى فيه كروسز، يبقى فيه عرضيات، يبقى فيه الكونتر اتاكس، هو بيتحرك كويس جدا، هو بيلعب برجليه الاثنين كويس. ولكن المشكله ان مانشستر فيه عشوائيه كتيره جدا في الترانزيشنز في التحولات الدفاعيه للهجوميه، فيه مشكله كبيره جدا، في عدم ثبات في الثلاثه اللي في وسط الملعب ده، مره تلاقيه بيلاعب ماتيتش، مره تلاقيه بيلاعب ماكتوميناي، مره تلاقيه بيلاعب فريد، فبتلاقي دايما ان في عشوائيه جدا في اداره المباريات من جانب المدير الفني. زي طبعا ان سولشاير لما كان موجود هو مدير فني سيء جدا جدا، يعني
رالف رانجنيك برغم ان هو مش الافضل وما بيحققش نتائج كويسه جدا مع مانشستر يونايتد، ولكن رالف رانجنيك يعني المشكله مش رونالدو زي ما بيردد البعض. يعني رونالدو زمان كنا بنشوف بيعمل ايه مع مانشستر يونايتد، اهداف قد كده وما شاء الله كان حاجه جامده جدا، وكان على المستوى الفردي والجماعي جدا يا امير، وكان بيجري كتير جدا، كان يقدر يعمل الكلام ده كله. انما كريستيانو وكان بيضغط على الباكات لما يلعبوا هاي لاين، ان هو دلوقتي ما يقدرش، راجل عنده 36 سنه 37 سنه ما يقدرش يمارس الاداره، فهو بيلعب على قد ان انا راجل عاوز الكره تيجي لي عند 18 بمهارته والجامب بتاعه العالي جدا ويخلصها. لكن دي كانت المشكله اللي مانشستر يونايتد فيه عشوائيه في اداره المباريات كلها، وما فيش ثبات تشكيل، هو ده اللي عامل المشكله. يعني بقول لك يدخل فيهم جونين من ليدز، اكتر فريق داخل فيه اجوان مع نورويتش سيتي هو ليدز يونايتد، اكتر فريق استقبل اجوان، ان هو يقدر يحرز فيه هدفين يعني برضو علامه استغراب، يعني استفهام كبيره جدا على اداء مانشستر يونايتد بصراحه. هم بالمناسبه جابوا الهدف الثالث، فريد جاب اهو فثلاثة اثنين عالي. طيب خلينا بقى نتكلم شويه اختم معاك بالتشامبيونز ليج يا محمود، واستغل فرصه تواجدك معانا، وشايف مين المرشح الابرز للفوز بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم بعد ما شفنا يعني بعض المباريات؟ لسه المباريات ما استكملتش في دور ربع النهائي، لكن بتشوف مين الابرز من الفرق اللي موجوده حاليا في المرحله دي؟ امير انا كنت بشوف ان باريس سان جيرمان الناس كلها كانت مرشحه ان هو يبقى الفريق الابرز والاقوى، وان هو ياخد دوري ابطال اوروبا بمنتهى السهوله. طبعا بعد بدايه المباريات وشفنا الكلام ده كله، شايف ان باريس سان جيرمان ممكن يكون هو طبعا المرشح الاقوى بناء على اللعيبه وبناء على الاسامي الكبيره جدا اللي موجوده في البي اس جي، ولكن البي اس جي عندهم مشاكل شويه في حته لو حد مسك عليهم كوره، ما حدش يمسك عليهم كوره. ولكن شفنا ماتش السيتي والبي اس جي مثلا اللي كان من شهرين في الشامبيونز ليج، شفنا السيتي كان ماسك كوره بطريقه مرعبه طول المباراه، ولكن هي كوره واحده بس ميسي مع نيمار 1 2 خلصت بمنتهى الاريحيه بيحط. البي اس جي طبعا فهو مرشح الاول مش هنضحك على بعض، مع ان هم غلبوا امبارح 3-1 من نوت، ولكن هم بصراحه ونيمار ضيع ضربه جزاء بدري شويه في الشوط الثاني. هو جاب جون بس ضيع ولكن هم في المباريات الكبيره هتلاقيهم. يعني انا بشوف ان ميسي اصلا ما بيبقاش موجود كل المباراه بتاعت الدوري الفرنسي دي، وهتلاقيه مره واحده لعب مثلا مباراه زي سيتي اللي بقول لك عليها، لعب مباراه هنا. انا في نفس الوقت برضو بشوف ان بايرن ميونخ هو فريق دايما هيفضل على طول مرشح، هو الفريق اللي نقدر نقول متكامل في كل حاجه، متكامل دفاعيا متكامل هجوميا، الفريق معاهم مع المدربين بتوعه دايما اللي بيمسكوا بايرن ميونخ دايما بيركزوا على يعني طريقه اللعب الواحده اللي هو الاستحواذ وطريقه الهجوم بطريقه معينه واللعب على ليفاندوفسكي. فانا شايف ان بايرن ميونخ والبي اس جي وليفربول طبعا من المرشحين الاقوياء جدا جدا، وليفربول ممكن ياخد الدوري ممكن ياخد الشامبيونز ليج. وانا بقول دايما ان الفريق الوحيد اللي ممكن يكسب البي اس جي هو فريق من الاثنين، يا ليفربول يا بايرن ميونخ. اعتقد ان دول ابرز ثلاث فرق موجوده. وخد بالك يا امير برضو اخر ثلاث سنين الشامبيونز ليج ما طلعش عن الفرق الانجليزيه، فيعني هو السنه فاتت يعني بس يعني تقدر تقول ان الفرق الانجليزيه اخر ثلاث او اربع سنين كلهم لعبوا السنه اللي فاتت كانت تشيلسي كانت تشيلسي، والسنه اللي قبلها نفس الكلام برضو، يعني كان بايرن ميونخ هو اللي كسب بس كان بايرن ميونخ والسيتي. فاهمني ازاي؟ فلا الانديه الانجليزيه هي طبعا دايما يعني مرشحه بقوه. ريال مدريد بس هو مشكلته ريال مدريد متمرس على دوري ابطال اوروبا، ولكن هو اتصدم ببي اس جي. انا توقعت ان ريال مدريد يأدي باداء افضل من كده، بس امبابي مش مخلي حد يلحق يعمل اي حاجه. يعني طبعا هو بيضرب سبريت، والله يا امير بيضرب سبريت واحد يعدي نص الملعب ما شاء الله عليه. يعني فرقه صعبه جدا بي اس جي انك تلعب قدامها، لو سبت لها مساحه مش هترحمك. يعني أكيد يا محمود أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وأمتعتنا بكل يعني تحليلك المميزة للمباريات سواء في الدوري الإنجليزي أو الشامبيونز ليج. بنشكرك شكرا جزيلا، وإن شاء الله لقاءات عديدة خلال الفترة اللي جاية. محمود شاكر محلل الرياضي كان ضيفنا عبر سكايب، واتكلمنا معاه في تفاصيل كتير تتعلق بالكرة الأوروبية والدوري الإنجليزي تحديدا. بنشكره شكرا جزيلا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا.